أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فصل في بناء اسم الزمان والمكان، وهو اسم وضع لزمان أو مكان باعتبار وقوع الفعل فيه مطلقة من غير تقييد، وهو من الألفاظ المشتركة مثلا المجلس يصلح لمكان الجلوس وزمانه. فتقول في بناء اسم الزمان والمكان من يفعل بكسر العين على مفعل مكسور العين للتوافق، كالمجلس في السالم والمبيت في غير السالم، أصله مبيت، نقلت كسرة الياء إلى ما قبلها. لا درجي شرحي تفتازاني دا دقينا درسي صدو سيزده لم درس دا طبيعة بحث لا اسم زمان مكان دكين بيقمان أو تعريفي كوادي كالي ركان دا مصنف برحمد به وبدواي أويدا شرحي شارح هر أو شتيك الكتب كاني كجدا هيا دلي أما فصلك قصد كان لدلس كدين اسم زمان ومكان باشا مثلا بو نمونا إما كمضرب لنظر بقرين مشتق لضربي بوي دلالتك على سر مكان يا زمانك كلو مكان دا يا لو زمان دا ضربك رويدا باشا إيه زور شاكا وأمجا واقع بوني ليدان باشا لزمان دا يا لمكان دا جنابي عند فرمية مطلقة دعاء ديلي واتا مقيد نية باشا بهيت شخص يكوا چونك أجر مقيد بكس يكوا دبي اسم زمان ومكان ببيت يكيق لوانا كوكو فعل شبه فعل كعمل لكن أميش لواقع عملك وأم جا كدلين بو اسم زمان واسم مكان مكان بواقع بوني ضربك يو زمان باز لكاتي ليدانك يا زمانكش دوبارا مقيد ناكري باشا نمكانك مقيد ناكري بكسيكوا ونزمانكش بيك جلوس يا زماني كلا نحو دا قصي لك داوا مقيد ذكري زور باشا أفرمي أما فصلك أقصدك هل لدلوس كردني اسم زمان ومكان وهو أم بناء اسم زمان ومكان اسمك أم بناء اسمك كدان دراوا لزمان أو مكان باشا بو زمان دان دراوا لزمان بو زمان كده قتري داندراوا لزمانين باشا عرضي براي خو مكم يوم مكاني دقري تواني باشا جا او كاتا كدل داندراوا بو زماني ابو مكان هم يوم دقري تو هم مكاني دقري تو كامانا ببنى اسم زمان ومكان بلان كدل باعتبار وقوع الفعل فيه مطلقا من غير تقييد اعوى كدل با داندرا و بو زمان یا بو مکان بم اعتبارا كوا فعل تدا واقع بو بيت اوا يوم مثلا يومك يا مكانك مثلا تولى يومك يا مكانك حسنون لچوار چيوي تعريفو پناسه اسم زمان و مكان دشت داره باشا كأم جا كدلي من غير تقييد مطلقة يعني بخي تفسيرك من غير تقييد طبيعة يعني أم اسم زمان ومكان نمقيد به بشخص يكوا نمقيد به بمكان بزمان يكوا
يعني أم اسم مكان مقيدنا به الشخصية كوا أم اسم زمان مقيدنا به الزمان كوا حربويا علماء دلين اسم زمان ومكان عملنا كان لا مفعول ده حتى انا لا ظرف ده حتى شان هنديك بو ظرف سيك اكن كدلن بلا لا ظرف ده عمل دك يعني او نالا مثلا مقتل زيدا بوك زيدا بمقتلي او بيت منصوب به ونالا مثلا مخرج اليوم كاليوم ب مخرجي مثلا لين منصوب به باشا ايه زوت شاكا لبر او امانه اسم بو بوشتيك ك بو كمال ذات اسم زمان ومكان كوا لواقع نفس الامر دا وكدبيني بمذهب صفات وببوتوني صفات ليردا اسم زمان ومكان بو ارسينارو شوك الصفات دا وكدبيني دلاله دكا لسر حدثك ذاتك باشا كحدثك قائمه بو بلان تو دبيني ليره كندا واوني لواقع ده باشا ايه لبر اوانا امانا بمشي ون جابويا عملنا كان بلان ببيتشواني مصر وامانا لواقع ده اوانين كبلي حاتب بو محزي معنا ومثلا مصر اسمه بو معنا وكم مثلا فعل جابويا امان عملنا كان لواقع ده امانا بو أراسيناتن ككتمان اسم مكان يعني مقيد لو غير مقيد لو كبلين مقيد بيب بشخصك ومكانك يا زمان ما بس من زمانك بيب لسي زماني ماضي وحال سخفلنا أما أمانيتي داني لواقيدا اي زود شاكر ولوش كده فرمي باعتبار وقوع الفعلي باشا تشونا دروي مقبرة وأوانا ببشازبون لهاي لواقيدا باشا چونك او ناو بو مكانكي تايبت باشا كواقع بوني فعلك لو دا لحاز نكراوة ارو كل دوائي دا ديخبيني بين وسط تعريفك دالا اسما كدان دراوة اسما كأم اسم زمان ومكان دان دراوة بو زمان يا بو مكان باعتباري روداني فعلك فيه لو زماني يا لو مكاني دا حاكتتو بو زماني شو بو مكان لبر اول لبينيان دا اوي عاطفة هيك اوي عاطفة بو دروس الزميل بمفردي بتيتوان اگر چند دانش بن معتوه عليه كا ببي مقيد بن بمكانه وبشخصه ويا بزمانه باشا وهو من الالفاظ المشتركه ام اسم زمان ومكانه يك كالالفاظ مشترك ولا نحو الالفاظ المشتركه معناها باشا مثلا بنمنا المجلس يصلح لمكان الجلوس مجلس دغنجه بمكان الجلوس باشا وزمانه ودغنجه وزمان جلوسه ايه هو في لفظ مشترك فشان فتقول في بناء اسم الزمان والمكان من يفعل بكسر العين أتودلي لا أودا لا تيبي دلن لا صيغه اسم زمان ومكان ليفعلوا دا بكسر عين الفعل باشا على مفعل مكسور العين دلي فتقول في بناء اسم الزمان والمكان من يفعل بكسر العين على مفعل مكسور العين دلي لصيغة اسم زمان ومكان دا لمضارع يفعلو بكسر عين الفعل أتو مثلا دليل لسوزني مفعل دا اسم زمان ومكان لا يفعلو بو للتوافق لبل أو التوافق باب لبيني كسر عين الفعل كالمضارع كو لاسم زمان ومكان كده كالمجلس وكو مجلس أمل لا يجلسوا باش يعني مضارع كي يجلسوا الأصل جلس يجلسوا لبيت مجلس على بعد ما في سالمي والمبيت في غير السالمي بات يبيتو دبيتا مبيت اسم زمان ومكانك عمل غير سالم ده أصله مبيت وكم مجلس واو باشا نقل الكسرة الياء إلى ما قبلها كسري ما ياءك دراو بما قبلك وتمبيت تاوب إيه باشا ومن يفعل ويفعل بفتح العين وضمها على مفعل مفتوح العين واسم زمان ومكان لا مضارع وكو يفعل ولا مضارع وكو يفعل بفتح عين الفعل بضم الفعل بترتيب لا سوزني مفعل دي بفتح عين الفعل باشا واتا لا يفعل مفعل دي لا يفعل شهر مفعل دي لا يفعل مفعول نايا إيه؟ اما مفتوح العين في مفتوح العين فللتوافق لودا كوزني يفعل او يبسك اسم زمان ومكانك اما مفعل بيت او توافق هي باشا توافق هي قصيكي زوجوانا
ئەم تەوافقە چۆنە تەماشاکە تەوافقەیە قسێکی زۆر زۆر جوانە چونکە ئەو ئەفلەکەی مفتوح ئەم جبا مفتوح بێ و ئەما في مەبوومی ئەمە لێفعلودا کە بڵین لەسەر وەزنی مەفعل دێت فلتعەزری الضەمی باشە لەبەر ئەوە کە ضەمە مەعزورە یعنی وەزنی مەفعول متعەزرێنی ئوسولەن وەزنێک وەک وەزنی مەفعول مەفعول بە بێواو لە لوغەتی عەرەبدا نیە بۆ لرەفضهم مەفعولەن فی الکەلامی ئیلا مەکڕومان لەبەر ئەوە عەرەب ڕەفزیان کردووە وەزنی مەفعولی لە کەلامی عەرەبدا جگە لە دوو کەلیمە ئیلا مەکڕومەن و مەعونەن مەکڕوم و مەعون نەبێ کە ئەم دوو هاتوون باشە جگە لەوە هەرچی هەیە لە واقعدا عەرەب ئەسڵا ڕەفزیان کردووە یعنی وەزنی مەفعول بەگشتی نیە ئەم دوو وەزنەشکە هەن مەکڕوم و مەعون ئەمە مەستەرن مەکڕوم بەمانە ئیکرامە مەعون بەمانە ئیعانەیە مەستەرن هەرچەند لە هەندێک ڕیوایەتی شاز و ئەوانەدا بڵاو قەرائەتی شاز و ئەوانەدا هەندێک شتی کە دێنن لەسەر وەزنی مەفعولی بەڵام لە واقعدا زۆر قەوی نین ینی شتەکە زۆر تایبەت نییە بۆیە پێناچێت کە جگە لەو جوانە علەما بە تەواوی دانیان پێدا بنن ئەگەر کەسێک وەزنێکیکەی کەلیمەیەکیکە لە وەزنی مەفعولدا سابتکە جەماعەتێکی زۆر معارزن مخالفن ڕێگە نادن بە شتێک لەو شێوەیە ئاوەیە بەحسەکە لێرەدا ئەزۆر چاکە دوایە دەفەرمێ ويرجح الفعل على الكسر امدا برسالة بشدي لا يفعلودا بالا صوزي مفعل بولا صوزي مفعل بيجدل ترجيح فتح حدد لي بسر كسر دا لخفت يمكن فتح خفيفة مفعل خوش ترتاوك مفعلي مفعل فتحة عين الفعل كي مفتوحة ام مفعل مكسورة تبيعة باشا اما تواوكري توجيه كي كدلين مثلا لصوزي مفعل هاتوا يعني لكاتك كضمة متعزرة وكو مفعول دمنته فتحة وكسرة دي فتحة لودا كمضارع كي مضمومة باشترة تاوكو أو مكسور يعني بلين مفعل لا يفعل دا خوشترة تاوكو مفعل لا يفعل دا لبر سوتيا كي و شنك أودو مصاوينين كسر فتحة مصاوينين لنتيجة دا ترجيحي فتحة كده دا شنك مرجحي شي هيك خفت بلان كسر هيدي مرجحي شنية أو يا بحثة كمان ودوايا كالمذهبي أمزا مثالا كان من يذهب بفتح والمقتل من يقتل بالضم والمشرب من يشرب بالفتح لكل من باب علم يعلمه عفو لكن من باب علم لكن من باب علم يعلمه ببولا مظهر لكلية وكو مذهبك لا يذهبها أو عن الفعل يذهب مفتوحة إما سبج مفتوحة والمقتلية ولا صوزني مفعلية كمزارية كي يقتل ومضمومة أمش عن فعل كمان مفتوح كلها مكتوب عنك لأن على المقتل مقتل خوش تلسوكا أمزا والمشرب من يشرب بفتح إيش لا يشرب بفتح عن الفعل مضارع كي بلان لكن من باب علمة لقل أوي بيجدا فرقي أوي لقل مذهبي ما سب بلا لسري وزني يفعله بلان أو بابي سيا بلان يشربوا بابي شوارة شرب يشرب ذهب يذهب مذهب شرب يشرب مشرب أبدا والمقام من يقوم أجوف أو لا ليفعلوا يقوموا ولا أصلا أبدا دبيتها مقام دبيتها مقام زورتك والأصل مقوم لصوزني مفعل أعل إعلال أقامة إعلالي أقامي تداكلا باشا إعلالي أقامة اللي قال أو كلا يقوم وبلا إعلالي أقامي تداكلا ما بس إعلالي إقامة أقامتي مقوم نقل حركي واو كما كرب وما قبلك أم جاواو الأن ساكن لبيش دام مفتوح متحرك يسمع قبل المفتوح قلب كده بل دبيتها مقام زود زود بجي باشان وشذ المسجد والمشرق والمغرب تا والمسقط أما جواب بو إيرادك اعتراض زي ديتا بيشوا بمشي ومصنف برحمة بي جواب إيرادك ما لداتوا ولما كان هنا مظنة اعتراض بأننا نجد أسماء من يفعلوا باشا
من يفعل بالفتح والضم على مفعل بالكسر أشار إلى جوابه بقوله وشذ المسجد والمشرق والمغرب والمطلع والمجزر والمرفق والمفرق أو تأخواله باشا إيه دلي لكاتك دليل دا جماني اعتراضك أبو باشا جماني اعتراضك اعتراضك أويك خوي أوي دل بأن نجد أسماء من يفعل بالفتح والضم من يفعل بالفتح والضم على مفعل بالكسر على تو وتت لسر وزني يفعل اسم زمان ومكان لسر وزني مفعل ديت ولسر وزني يفعلوش هل سر وزني مفعل ديت بلا إما دلك ومال اسم زمان ومكان من وجير كوتوا كمزارع كان يفعلوا ويفعلوا بجي أو وكو أو قاعدة توكتد ومن يفعل ويفعل بفتح العين وضمها على مفعلين كتيب لسوزن مفعل هاد يعني توقع عليك دا دز الموتد أجر مزارية كي يفعلوا بفتحة ويفعلوا بضم عين الفعل اسم زمان ومكان لسوزن مفعل إما كوم الله اسم زمان ومكان من هي مزارية كان يفعل ويا يفعلوا كتيب لقل أو دا لسوزن مفعل بين وكو توكتد كشي بجي او بوزن بوزن بين بوزني مفعل هاتن بكسره ابيش جواب دلاته اشار الى جو ولما كان اما اشار جواب لما لكات يقدر ليره دا جمان اعتراضك ابو بوي اما وجير مان دكيت كومال اسم لاسماء زمان لاسم كان زمان مكان من يفعل بفتح والضم على مفعل بالكسر كلا ليفعلوا ليفعلوا هاتن بفتح وبضم عن الفعل اما لا لسوزني مفعل هاتن بكسره أشار إلى وقت دل إمشتي ألوشي ومن وجير كوتوا مصنف إشارة ده بجواب أو اعتراضها كتير واعتراضها بقول بويك فرمي أمانك وكم مسجد مشرق بون من مغرب مطلع مجزر مرفق مثرق مسكن منسك منبت مسقط كأو بكسرهات قشتي أمان الشاذة قشتي أمان الشاذة تماشا التي وشذ المسجد وشذ المسجد زورت شاكا عرضي خوش ويستام كم مسجد او لأصل دا ناوى ناوي او ماليكا بو عبادة دان دراوة جا سجدي تلا ببدريا نبردريا مزقود نجي تلا بكريا نكرد بلان سيبو هيدا فرمي بلان شويني سجود شويني سجدك انك شوين عبادة أو مسجد بفتحة مسجد مكاني بلين أبو مالا دا قلت لك أبو عبادة دان دا سجدتي دا ببردي أنا بردي بلان شويني أو شويني كتو سردخيت سر سجدة سيوي دا فرمي بفتحة مسجد مسجد لتان تقنت هو خالك كضرورية حالي بونكي باشا إيه جاء مصنف ده فرمي أبا مشيوية إيه وشذ المسجد والمشرق والمغرب والمطلع والمزر ومنزل مكان نحر الإبلي شويني سربريني وشتر أم ذا والمرفق مرفق مكان الرفق شويني آرامي وهواشي والمفرق مكان الفرق شويني أميان شويني نرمي أميان شويني فرق جاوازي بيكد ومنه أها مفرق الرأسي أو شونيك وأها مثلا سر دولتي لكن نيو بولا إذا لا إذا دن وبلا راسة ونيو بلا إذا فعلا إذا دن دايدين باشان والمسكن مكان السكون شويني نشتجبون والمنصيق موضوع العبادة شويني عبادة كردن والمنبت مكان النباتي شويني جوجا والمسقط مكان السقود شويني كوتنا خواروا ومنه مسقط الرأسي مثلا دلن أو وقتك مثلا کسی که دجیره لام دیکتاتور آنها مثلا دلیل نیو شارک دبن کلیل دایق و دلیل مسقط رأسیه البته بلان لگلوش حربیم رو دلیل مسقط رأسیه مثلا قدیم دانگود تکریت ک شارک عراقیه دانگود اوی که من جمله دو بله تلویزیون کنده با فتح دانخوند و غلط کنده گود مسقط رأسی صدام حسین مثلا باشه مثلا دانگود و تکریت مسقط رأسیه مثلا ابو شیوه باشه
ینی بۆیە دەڵم مەسقەتۆر چونکە ئەوە بریتی لەوەی کە ئینسان لەدایک دەبێت ئەوەی کەم دیبێتی منداڵ چۆن دەبێت دەزانێت قەدەری خوا وایە منداڵ بەلاقەوە نایە بەسەرەوە دێ دەکەوێتە خوارێ لەدایکی لەدایک دەچکە دەکەوێت خوارێ جا ئەگەر شتی بۆ دانەنێن مەسەلەن یەک سەری لە ئەرز دەدرێت لە واقعدا زۆر چاکە جا ئەو کاتە ئەرستان کەم یعنی ئەن هازی مەبەستی ئەوەی مصنف یعنی ئەمە ڕوو دەکاتەوە فەرموودەی زەنجانی مەبەستی زەنجانی لەوە ئەوەیە کە ئەن هازی کەلیماتی ئەم کەلیمانە باشە گشتیە كلها جاءت أها باشا هاميا هاتون مكسورة العين فمكسورات على خلاف القياسي كدل الشازن مسجد مشتيق حتى وكون مسجد أمان شازن مبسيتي أم كلمان هر هاميا بمكسور العين كهاتون على خلاف القياسي في جوان القياس والقياس الفتح قياس وانيوكو قانون كتول نزل بقريبو أما قانون مفتوح بنيانا دەبێ بگوترە مەسجد و مەشرەق و مەغرەب و هەتاوەکونێ دەخوێنی و مەسقەت بەڵام لە عینی حاڵدا بە شازی بە کەسرە هاتوون بۆ ئەمە قیاس فەتحەیە قانونەکە بۆ فەتحەیە لأن المجزرة من يجزر ئەها مفتوح العینی لەبەر ئەوە مجزر ئەها باشە کە بە مفتوح العینی هاتووە ليجزر هاتوو مجزر لأن المجزرة لبل أول ما تزير كوتمان شويني سربريني وشتلها بفتحي عين الفيل هاتوا يعني اللي يزروا هاتوا والبواقي من مضمون بلا أو كاني كمضمون عين بلا كده اللي يزروا هاتوا بفتح عين الفيل لصحاح جوهري ده هاتوا دل بمضمون العين شاتوا دل أيش المضمون عينه يزروا إذا جاء فرقي بيناك بهر حال تو بلا فرسك حميا مثلا مضمون العين باشا يا هم يا مفتوح العين اصلا اشتي ليش تكنا غوري اما بلا ام دلي يتزرو متزر لي يتزرو يا اما لجوهري دا لسي حي جوهري دا تو دلا ما يجمع عينه وكو كاني كبارحل جا او بيتش او نبي اشتي لي قزي كنا غوري دبو امو همو امانه بفتح بانه بلا كبه فتح لين مخلاف القياس اتاو بسم الله الرحمن الرحيم دوايا برحمت بي أفرمي وحكي الفتح في بعضها حكايتي فتح كده ولا هندك لم إسمان داني لمسجد وتاوكو مسجد بروبوي أي فتح العين في بعض هذه المذكورات حكايتي فتح كده وفتح إن في الكلام لهندي لما ناك باسكران على ما هو القياس وفتح لسر أوشتك كقياسة وكتمان أيوانيا قياسة كفتحية دلسر أو فتحوا كقياسة عندك حكايات كلا بالنسبة هني كانوا كعرب فتحوا عندي أنا وأنا كهو المسجد والمسكن والمطلع إما أكثرا لفقه دا وقت إلى ولاتي خمان لكلسان الرشالات كلا يعتبر حال حكومة الشيعة دستي ورداني زورا لكالباري فقهي أهل السنة كان عندي هج مثلا جيجم بكري زور بحال دقرين بو بحسي بينيني مانجلا كتاب الفقه كان دا مثلا اختلاف اما اطلع اها هاد هاد لكتاب الفقه كان شاب مطلع ضبط كلابو كلا اصل دا عرب مطلعي داخل انه بلان بمطلع ها اختلاف اما اطلع باشا شويني طلع شويني هلاتن باشا لما ندا لواقع دا اختلاف يعني بلام حكايات كلا مثلا بونونا مسجد مسكن مطلع وأجيز الفتح فيها أها باشا وأجيز الفتح فيها كلها والرياجي فتح دلا وفيها لم مسكولات لا لم مسجد وبيجلتها مسقط هرهميا على القياسي لسلوك قانون يوم مفتوح بن لكن لم يحكى في الجميع وقر رياجر رياجها بلان أجر بتشينوا سر بكارهناني عربهم اسمانا نا حكاد نكرا ولا هم ياندا باش قال ابن السكيتي في إصلاح المنطقي تميك في يوم أكتب مدسكي وحد السمناء كوي تلا انترنتا هي بناخو تامنا كي لبا بي دي اف كتب خوينو تاميتي يعني بخو كتبا ولا دستانا بخو تماشايكي بخو هاد هل قناها شو ظانم بلاي كتابهم خندوتوا ابن السكيت كظناكي قولي لغة دلي لإصلاح المنطق ذاك كتابك اللغوي خويتي أفرمي الفتح في كلها جائز وإن لم نسمعه
على فتح له هم يأم اسمانه ده دروس لما سيده وتاوكم من بيتو مسقط بلا هرچند اما نمان بيستو يعني وكو بيست نمان بيستو بلا وكو رقب يدان او اتر اما يعني اجازه هيا بلا وكو بيست نمان بيستو كعرب مثلا مسجد يان خون بيتو من مثلا بونمونا منبت يان خون بيتو مسقط يان خون بيتو نمان بيستو وكو قاعده كهيا كدلال لا يفعلوا بفتح ان فعل لا صوزي مفعل ده بلا يتر حتى نما مثل يعني في الكل اللي هم ياندا لا مو ياندا مثلا ذكر اللي داني جو ياندا اشتكى بسبب وكل اللي دا مثلا باسكلا ايه ام قاعده ك جنابيان اللي ركان دا اما جي بي دا وباسي لك دو فرموي باشا ايش هذا الذي ذكرناه انما يكون اذا كان فعله صحيح الفاء واللام اما كباس كده اوي كوا يما باس ما كرتايره كبغشتي لسوزني مفعل مفعل ديت باشا او كاتك كفعلك صحيح الفاء لام بيت يعني فعل فعلك صحيح بلا فعلك شي صحيح واما في غيري اي غير صحيح الفاء واللام لغير او ذاك فعل فعلك صحيح بلا فعلك صحيح فمن المعطل للفاء مثلا بنقول لمعطل الفاء ده اسم الزمان والمكان مكسور عينه ابدا اسم زمان ومكان ان في لك مكسور بابدي الله ببر دوامي تشيا مكسوره ان في لك باشا كالموضع والموعد وكو موضع وموعد اما ك او ان يضعوا او ان يعيدوا باشا بلا مثال واويه باشا معتل فاء بو لان الكسره هنا اسهل ليردا براسي كسر عسانتر خوشتر تاوكو فتحة بس نقول موضع موعد براسي موضع موعد خوشتر أخوش لبر واوكي البتا قرت ما شك أما دلتي بشهادة الوزدان أما بشايتي ذوق عطتو موعد خوش يا موعد الله موعد خوشتر موضع خوشتر يا موضع والله بلا صد صنبو كان بلا فتحة خفيفة بلا وجدان وذوق دلي مفعل خوش لدى موعد موضع خوش لدى إيه دوباره قال ابن السكيت دلتي وزعم الكسائي أنه سمع موجلا بالفتح وسمع الفراء موضعا بالفتح على ابن السكيت دفرميس كسائي وزعم الكسائي زعم لدى هنده بقالي معنا لكن بلان يعني زور قوينية بحسك كيساي بيواب وكا بيستويت العربان او موجل بفتحة بجي او موجل مفعل بيه مفعل بيستوى باشا ايه كالحالك اما مثالي واوية امش مطلفة وفراج بيستويت موضع بجي موضع بفتحة زور شاكا جاء أويك كسائي وادله أو موافق بو حكايتي يونس وغير يونس كلسيبه وهي وخلاصي كلام نقلك حكايتي كردوه كلفيشي دا يونس وغير يونس حكايتي كهندق لعرب اندلن موحل موجل بفتحي حأجيمك موحل موجل بلان اول واقع دا دواء قصيل سدك شارح اهزوت شاكا ودواء الله قال الشاعر وشاعر دالي على ما روى الكسائي بنا بويك كسائي رواتي كدواء دالي فأصبح العين ركودا على الأوشاوز أن يرسخن في الموحل فأصبح العين نق عينه امر قدري خو وانا نظام چاوم جون كارنا كن كلمه مليت يكلب يكلد بالنظام بحثيه فاصبح العين ركودا على الاوشاز ان يرسخن في الموحل جاري عين جمع عيناء لا لوغا تشويانا بگاگ دگوتری به منگاگ دگوتری که وا چای زو زلامه
أو شاذ جمعي وشذا بمكان ضلن كوا مرتفع به برز به أها بجنيشك للإطاعة جرالي ميردد سيبي ضلن ناشيزا يعني وق أو بو أخلاقي خوي برز زكاته وبصر ميردك إيدا تقول لي أو مو حلش بوش وندلن كقرو تلقا وأوانه دلي ما بس يتي أو قاتشي ويانا كوا تشايان زلو قوريا باشا ركودا على الأوشازي ويستاون باشا لسر شوينا برزكان ويستاون أن يرسخنا في الموحل لا ترسي ويكوا نكوننا ومكانك وشوينك كقرو اللي تو تلقاو بيو اتنجات يا النبي اللي بدا بمدن ومردار وابن لا ترسي وتشوينا سر شوينك برز أما الشاعر وق أويك كسائي وتويتي موحلي هنا وإن أصلا كتب لي موحلي جادلي ونحو ذلك شاذ إيه أما أجابي هني نو دواوة بلي ألي قال ابن السكيتي وزعم الكسائي أو جاء أمزا قال الشاعر أو ونحو ذلك شاذ ويني أما ككسائي وتويتي كفر أو وتويتي وابن السكيتي اللي أنا ونقل لك اشتكي شاذة يعني جيجي برواو متمانا نيو ولا واقع نفس الأمر دا يتري وكو مشخصة وكو واضح بيه بلين دا خزمتان دا يتر اشتكى قابل قبول نيو وليرا دا دينا كوتاي إن شاء الله لدرس دا هاتو دا دريجي بيدين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.